السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم طيبين؟ اليوم جايب لكم فلوق جديد. الفلوق هو اني بصور الاسد مع الكلب اروشهم مع بعض بنفس القفص، واتمنى ان ما تجي اصابات وما يجي اي خطورة في الموضوع. وبحط لكم كود سنابي هنا، واتمنى انكم تجون تشوفون يومياتي، واتمنى انها تعجبكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، واستمر بتنزيل المقاطع، واتمنى عاد اني افيدكم بالمقاطع واخليكم تستمتعون. واي تحديات او فيديوهات او فلوقات حلوة وجميلة اتمنى انكم ترسلوا لي اياها في التعليقات او في السنابي، وتحطون عليها حفظ بالمحادثات. وجيناكم الحين جهزنا عدة الترويش، طبعا بنروش هنا شكيرة، بس بدخلها الكلب. طبعا بدخل روسن مع شكيرة، بروشهم سوا، بس الله يعيننا على ازعاج الكلاب، بتزعجنا شوي بس مو مشكلة، نحاول ان نسكتها وان شاء الله بعد ما يصير في خطوره، لان ما معي احد هنا، يعني لو صار شيء انه يتدخل ممكن تصير اشياء بالفيديو. وطبعا الله يستر، خلوكم معانا ودعواتكم لنا انه ما يصير شيء، ولا تنسون دعمنا بالقناه. تعال كتخويف عشان ما يصير بينهم مشاكل. عيب 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 عيب. طبعا هذه هي مروشهم لكم مع بعض، في خطوره طبعا. عيب اي روسن، طبعا روسن شرس. عيب 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 عيب، تعال عيب عيب شامبو، اهم شيء النظافه للحيوان. لا لا شكيرة، لا
بروسن لا تعال حط شامبو عليه تعال ترى هجمها عليك لا لا غلط ايه بروسن لا خلاص اجلس روسن دلا كل مغامراتي لا روسن عيب كل مغامراتي ما فيها اصابات عيب 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 كذا كله هدوء طبعا الصوت ذا اللي طلعته تخويف للحيوان فجميع الحيوانات شوفوا هنا كيف شوفوا عيب اجلس سيد ما اضرب الحيوان اضرب شيء جنبه ارعبه باني بذبحه بس انا ما اذبحه ولا المسه ولا بحياتي ضربته لان لو ضربته يصير بعدين ما يسمع لي ولا يطيعني ولا يخاف مني يعني بتضربني ضربني خلاص اما بس اهوش له على قولتهم اهوش له بيصير يسمع كلامي ويهابني ويضرب لي الف حساب اما لا ضربته صار خلاص الوضع عنده عادي طبعا موشنا دي صارت الوضعيه تزحلق يعني يجي هنا الكل مؤدب بمكانه شوفوا هنا ادري انها بتهجم فلازم اجي اي اعطيها صوت اقوى تعال روسن تعال عشان بس التصوير يوضح لكم اني جالس اروش ننظفهم والتنظيف شيء اساسي عشان ما يجيهم فطريات او اشياء يعني امراض وكذا لازم الواحد يهتم بالحيوان واهم شيء الارضيه ارضيه في الحيوان تكون نظيفه لان لو جاء الحيوان فطريات تذبحه ها روسن وذبوري اجلس عاقل شوف كيف تهجم هنا حيوان مفترس وغريزه فيه فلازم وانت تروج او انا ما اقول انه صح واحد يقلدني لا غلط ما ابي احد يقلدني ولا يسوي زيي بس هذه يعني على قولتهم ان عندي قدرة اني اسيطر على الحيوان كتدريب بس ما انصح احد يسوي نفسي انا يعني هذا غلط اللي جالس اسويه ومتى يجمعهم مع بعض طبعا هنا خلصنا نجي هنا عليها اهم شيء النظافة للحيوان دعم تجي من الوساطة فطريات والفطريات صعب ان الواحد يعالجها طبعا ما يحب الاسد او الحيوان المفترس اللي تجي موية على وجهه شوفوا بس ايه شوفون ما يعني الطاير الحين لازم ما نطول اكثر من 15 دقيقة لان تتوتر ويتغير الطبع عندها شوفون يعني نحاول نستعجل والله اني مخاطر الحين لان الحيوان مفترس لازم انك يعني تلعب معه الى وقت محدد بعدها يتنرفز يصير خلاص الاخلاق عنده تضرب فاذا كان اليف يقلب شرس
إذا كان مو مفترس يقلب مفترس. شوف عيونها الحين عليك. إيه طبعاً هنا ها الذيل، الذيل عندك لازم تخوف الحيوان ترجعه إنه يرجع إلى وضع طبيعي، ينسى يعني ينسى اللي كان يفكر فيه اللي تو اللي هو الافتراس. الحين فكر هو بالافتراس اللي معانا بالقفص كلهم فكر فيهم افتراس، فترجع بصوت يعني ترفع صوتك تخوفه فترجع الوعي وألاقته فيرجع لي. بس الواحد ما يطول ولازم يكون حذر مره. ايه لا لا عيد طبعا التركيز يكون على اذانه وعلى الذيل. اذا لف ذيله من اخر ذيله جهه الذيل كذا هنا عند الذيل او رجع الاذان على ورا او تركيزه بالوجه كذا يثبت وجهه على الشخص او على الشيء. ايوه طبعا هنا خلصنا نضبط المكان. عيب الأرضية. عيب لا 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 الأرضية تحلق مع الشامبو صار الوضع بدون تركيز. هنا شوفوا هنا النقطة اللي قلت لكم تو عليها التركيز بالوجه. عيب تعال روس تعال تعال. طبعا روسن يعني خايف مني انا مو خايف من اللبوة كاتشي بيهجم لو اعطيه امر هجوم على اللبوة. لا لا هيل ولا حد يقلدني ابدا مره لا حد. واتمنى عاد ان اعجبكم المقطع ولا حد يسوي اللي سويته لانه غلط. بس انا عندي الامكانيه اني اسوي الشيء ذا والقدره واني اسيطر على الحيوان. لا عيب طبعا لازم احنا ننهي المقطع لان الحيوان ما اقدر اطول عليه اكثر من ربع ساعه اضغطه بالامر لان الحيوان مفترس. شوفوا هنا الحين يبي يفترس اي حاجه. واتمنى عاد انكم تعطوني لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر التنبيهات واحتاج دعمكم على القناة. والله الحالي هنا ما معي احد يعني انه يساعدني او يدعمني بتصويره ومونتاج وزي كذا يعني من الجوال والله دايركت. فاحتاج دعمكم انتم يا متابعين. والله اني مخاطر بالشيء ذا وبس لعيونكم. شوفوا انا قلت لكم انه ما اقدر نطول لعيونكم نسوي اللي تبونه بس. عيب ومع السلامة حبايبي.